ياسر هالدنيا فيها حكاية محلاها الدنيا ضحكة فتنيكا تحلى بغزولة والخالة بريكا محلاها الدنيا ضحكة فتنيكا تحلى بغزولة والخالة بريكا اضحك للدنيا تبع سكر ولا ستة؟ لا خمسة. نعم في رجية ونسمع في كلام الدكتور حكيم. نقصت برشا حلو. علاش عليك الرجيم ساعة بدنك يهبل هكا؟ يعيشك. تعرف مرة مرة عرضتني شقالتلي؟ قالتلي أنا ما نعرفكش. أما ننسحب على قوة دعا وخمسة وقرن غزال على العين. بالله هكا ولا كيما نقول لك. قالت لي ملا شيء كبير ملا قد وملا وهره وملا فيانكا وملا ريشه. شوف انت تتعدى وناس الكل شاهله فيك. هي عاد تخلي عمي حماد يغزل لك ويصلي على النبي. كان حماتي ما تحبنيش نعرفها ما تحبنيش اما ما يهمنيش. حقا فكرتني شعملته في حكايه الدار شيء كيف العادة عايشة تحت الحكم الشربوني متاع ماماتك ذيق عامل فيا. أنا في دار بابا بيتي قد بيت ماماتك وعمتك مرتي فهمت شخص. كان عمتك يخف ربي مكتوبه وتاخذ راجل خليها على الأقل نستسعى شوية في بيتها. بالحق هو شخص كان عمتي كريمة ترقى راجل الحق عدا قيتها قيتها وسكت وقيتها فات أديو عليها لغاليز. العرس ما يطلع على الطفلة كان كيف تبدأ صغيرة أما إذا كان كبرت وشاحت وجلدت وقوست وشنقت إش مازال من عرس. إيه ما تنسيش توا زادة البنات ولاو يقرا وعمول العرس واخر مش كي بكري يعني عهدك أنت. ليه تقرأ ما قلناش لا أما كيف يجي وقتها مو يلزمها تعرس ومن بعد كيف تحب تكمل تقرا يزيد سمحني التعالية دنيا توا تبدلت توا المراه في 30 الحق تضرب تقش عليها 20 هذيك كيف تبدا قنفيده كيفي انا ولا حتى كيف كنتي. اما الاخرين اذا كان كبروا ما عادش تطلع عليهم لا كس ولا تصديره فهمتني. انا حبيت نعمل خطبه بالقديه ونسيد الناس قالت لك جماعة الطفل يحبوا يجيوا السبت اللي بعد هذا. رصات لي وخيتك دار باش نجردها تجريد وبر وتراي فلحلو باش نشريه من السوق. هي راهي خطبة منها معنى يا حياة وزيد الجماعة على ما حكيت له عروبة اش يفهموا من تعرف مقروض من نهجل ما الحياة أكثر منهم. لا لا عادلي يا وخيتي ناس جايني لدار يلزمني نفرح بيه وراهم مش كما تتصور انت. أم الطفل حتى من السوق راهي تسوق السوق
مرسيدس ولا بيان؟ لا كات كات. كيفاش قلت لي؟ اه كات فوكات. لا كات كات باشي. لطف ليكشف علينا حال المراه تسوق في كات سان كات باشي. الله الله واللي من وراني راهي منشف على راسها وكاسيت مزود تشرقع. ملا نسب وملا نسب. هذو ما ناس فلاح وذاك جوهم اختي. اختي يعطيك الصبر اما انا شي هذا مش عاجبني وان شاء الله ما تجيبلكش معاها مجريشه نسيت طلعهم من تالي ويبداو يدربكو ويغنيو فيك الغني اللي وحش القلب. اللي باش يجي مرحبا بي. انا في بالي باش نكمل نعمل الدكتوراه ملي نبطل قرايتي نمشي نعرس. يا مريم ما جيت على سلامه. على سلامه تعاليا. فاش تحكي حكايات كبار. كنا نحكيو على عرس قالت لي اهم القرايه. اي اهم محسوبش عملت بقرايتي انا قريت وفي الاخر شديت الدار. وانت لوين قريت تعاليا؟ نسيت يظهر لي للباك للثالثه للثانيه ما ذكرش. ايه تبارك الله تبارك الله هاك طلعت مثقفة في القدي علي مرقت شهيدة كمال علي متخرج تخدم بيها مش هتك تعاون رويحكو. عمك ما يحبش ما يحبش الخدمة. عمك يدخل الدار ما يلقانيش تدخل فيه غولة. عمي خافك يقعد وحده. توا كيف تلقى راجل يحبك يموت عليك توا تفهم برشا شيء. خلف تطيب وتصنيف وتبشبيش. يا صحة لي. انا نحب اخليكم توا تعرف علاش خاطر باش نمشي بحدا فاطمة ريم بنتها باش تحضر لي روبا لفتحتك. يعيشك تتا. اي بسلامة البنات. بسلامة. بسلامة تعالي خلينا نتوحشوك عاد ان شاء الله. نعم من عند ربي اللي يلبسوا متين. اي بالحق خالتي عليا. لا ما تقوليش خالتي قولي عليا محسوب نبيض احنا. باهي عليا. شوف نحبها روبة مش روبة روبة ما لبستها حتى مرأة. نحب النساء الكل كيف يشوفوني يبداو هكا هكا هكا. انا برك عملي روبتي باهي فهمت. اهلا بعليا. اهلا مرحبا باختي. مرحبا. اهلا اهلا. وينك لاباس؟ ها شنو تعمل في روبة؟ نحضر في روبة خطبة نادية. صحة صحة لأختي. والله صحة عليك. تعرف أنا حيرش باش نلبس. عندي طهور ولد أختي وما عندي ما نلبس. هيك الفرخ ولدي عماد. يجيب كام في الشوالق؟ المقعور في الظهر، المقعور في الكرش. يرحموا الخميسي في كلمة من النقبة قال لي طيب. والله قلت الحق ما تشوف كل قصير والمشقوق من هنا وهناك. شو يحشم أنا والله ذري باش نتلز نكري يا عليا. وتكري فيش قامه. خذي القياس بالقدا عايش بنتي. شوف عندي فوطه وبلوزه في الفستقي كيف غير خيطهم من تحت قرقيفهم قطعه فوندو. راهو انا نهار اللي لبستهم مشيت بهم الفرح نسي الكل شهلوا فيا. اما الرجال ديخو ديخو جمله عليا. ايوه ديخو ذبعوا. وزدت لبست معاها صيغه اللي هداهيلي راجلي حمادي في الزمرد طلعت كي تصويره موش. والله ما سلفيت. لا عليا لا الحاجات هذيا ما تتسلفش ورا سختي لا تتسلف. عاد انا حلفت شنو هذه هدره شبيناتنا هو. انت راهو تعرفني نحبك برشا وكيف اختي. والله انا رومانتيقيه ورقيقه وحنينه وحساسه ونحب الحيوانات والطبيعه وانت كيفي. شخص شخص كان جيت سلفتي. يا اخي هبلت انت تحكي مع عليا. ماك تعرف هذيك مراه كذابه ومهبولة وانت تحل معها في الهدرة. يا اخي انا اش قلت لها؟ هي هذيك المشكلة اللي انت تقول لها اقل حاجة تمشي تأولها وتلحنها وتعمل لها كريسي وتواول وتجيبها لك صحري وبحري وتقولك في اللي ما قلتوش. اوه يا مريم يا اخي اش رديت هالمرأة؟ ماني نعرفك انت ما تعطي جنب لحد. بسم الله ما نعطيش الجنب العالي على خاطرني نعرفها انا على حقيقتها. هذيك لازم لازم ترمي لك هيك الزريقة. أمينة منسكت لهيش؟ تتي تسكت الحد. أما بنتنا مريم الجيسة تفيسخت عليها على حكاية الشيء تلحق متاع ربي. نتفيسخ عليها على خاطرها خارجة من سنة ثالثة جهل وتبجح وتقول أنا مثقفة ياسر. شبيها حياة التوى
خرجت على درجين توا عندها فوق من نص ساعه. هذيك لازم تشدد في الطريق، ماك تعرف الكراهه بكثره تبارك الله. جد ملا تعرف كيفاش توا نزيد نستنيها دريج من زمان، واذا كان ما جيتش نمشي نقضي قضيتي ونرجع لها. اوكي اوكي. اهلا. نهارك زين. فيني حياه؟ هدا جيت مع الشنطه. وكريم ما طلتش؟ لا لا ما جيتش. تو نقعد نستنيها شويه. محليها روبتك يعيشك، حلايمك عينيك احلى. يعيشك. حتى انا كنت نقيس في روبا لخطبه ناديه. انت تعرفوا خطيبها؟ لا ما نعرفوش، اما سمعت قالوا جمعته عروبة. وين الهضره هذه؟ ماهيش عجبتني الحق. وحتى حياه قلت لها هالولد ماهوش نتاعها حقيقه رب العالمين. حتى انا هذيك اش سمعت، ما كرهيش حياه خفت. علاش هكا ترمي بنتها على صغر سنها؟ تصبر شويه تاخو سيدو. حتى انا هذيك رايي بالضبط. تعرف كلمني عليها واحد يا عليا يقتل ربي زي وعين ومنصب وعائله طبيب يا لله، اكثرش من طبيب. يجي يجي والله العظيم، وقتلك ودين كافر اللي نسمع هالهضره. اما انا مانيش مقايسه، تعرف عنا فرحه ليمت هذو وهو باش يحضر فيه. توا نستاذنها ونقدمهم لبعضهم. بالكش كيف تراهك الوهره وهيك الفيانكا تغير رايها. احلى الواحد يبلبز عليها يربح فيها ثواب. قال لك عسير ما تحبوش حاجة وهي خير لكم. تقتل عليا. عسلامة يا جماعة. الحمد لله عليك كيف جيت. أيا نمشي ونشربوا حاجة في الكافيتيريا. أيا. أيا بسلامة. عاد عزيزتي ما قلتليش داركم عجبهم الخدمة. ماتوا عليه. حتى من مري ما عجبها. كي عرفت سومو زاد هبلت عليه. هاك تعرف هذيك ياسر مادية. في بالي. تعرف انا مانيش مادي اصلا. الفلوس الفلوس نكرهها برشا، خاصه انك الصرف الدواره والعشرينات وابو عشره، تعرف كيف يشدوا من كاين لحم يزغوا ضحكه. هي حلوه. محمد هيا توا نخرجوا، هذيك مرت عمي ما نحبش نطول معاها الهدره. اهلا ناديا. السلام عليكم. اهلا. شنو احنا داخلين وانتم خارجين؟ ليه خاطر مزروبين هذاك علي شي؟ ما نحبش نطول معاه الهدره. هبو ان شاء الله فرصه اخرى. شكون هذاك اللي معاها؟ اه هذاك خطيبها. هذاك الخطيبة عامله بيه حاله، انا كان يخطبني في قطوستي ما نعطيهالوش. وديت تفيسخ على العباد. على شكون تتفيسخ؟ عليك انت. و مريتهاش كيفاش راتنا داخلين مع بعضنا حشمت هربت. تعرفني نحبك ونعود لك كل شيء. شنو هي الهدره؟ اش قالت فيا؟ فسر لي عايشك. اصبر. اليوم الصباح مشيت لها للدار نلقاها فرحانه كاني ما ثم كان هي اللي تخطبت في الدنيا. قالت لي العرس ما يطلع على الطفله كان كيف تبدا صغيره، مش كيما تاتا كريمه ترينوها زفة عجيب. والله. وقالت لي ما عادش تطلع عليك الكسوة وما توتيكش التصديرة وبارشا شيخ ما يهمكش فيها ميسيلش وسع بالك. بلي هكا؟ والله. نادية قالت فيها هكا؟ نادية يطلع منها هذا كله؟ جاب ربي جات ماخذة واحد ما يتهزش بمقصدها. انت قلت به. والله لما نمشي لها والله تو زادة تو ماشيت لها لما نوريها. بو انا تو مش نتش بر مش نخسر فلوسي وناخذ تاكسي. ما تسالش ناخذ تاكسي، المهم نمشي لها. وسع بالك. ما قلتليش وقتاش تشد الخدمه؟ الجمعه الجايه مع راس الشهر. يا لله على بنتي يا لله. شفت شفت اللي يخدم على روحه كيفاش ربي يحل في وجهه البيبان. ربي يزيدك في الهدايا. يعيشك ماما. ان شاء الله اختك تشد ثنيتك. والله عامله فيا الطفله ومشيحت لي ريقي. انتي ليه هذيك عامله فينا الكل بصراحه. ياسر مطرشه وشاي لا في زينها. مش في بلا اشب وحده في العالم. لا عاد لي عاد وخيتك صغيره زادا هي. كي نديدها الكل راهو الاخوه الكل ما همش كيف كيف. تربيه صعيبه ما لافاش. بارك الله فيك يا ناديه. هذا انت العاقله يطلع منك هذا الكل. شبيك عمتي شتمة؟ فيك فم وتقول لي عمتي؟ ما قل حياك. انت زعما اللي عاقدين فيك النواره تحل فمك وتقول عليا بهيره. كيفاش تحكي يا اخي؟ فسر لي.
واه واه كريمه وخيط، شبيك دخلت من الباب تعارك؟ حكايه ما صارتش والكلام ما تقالش، اقعد وفهمنا شنو هي الهدره. لا ناديه بنتك ماشيه تنبر عليا وتحكي العليا وتقولها عندي كريمه ترينوها الزفر. لا عاد طلعت خفيفه، سامحني كريمه، تسمع في كلام عليا ما تعرفيش توا نحط يدي في النار بنتي اللي قالته هالكلام. ملا نعلمك اللي الكلام الكل قالته هي اي، ونزيدك الزياده قالت مضيق علينا الدار ونهار السعيد اللي تخرج منها هكا يقوى عليها ربي. على هذاك تلز فيا للعرس وتزرب فيا، توا فقت لها بلعوبها بمقواها، هذه هاي قادره تخلي بر. عسلامة سي محمد. عسلامة. نقدم لك روحي، انا عالية مرت عم نادية، ريتك انت وياها اليوم الصباح وانتم خارجين مع بعضكم. مرحبا يا عالية، شوف انا راهو عايلة نادية كيما عائلتي بالضبط صدقني. والله حتى انا من اللي ريتك حبيتك وتبسمت فيك الخير، وراس اولادي ما نرضاش فيك حتى ضربت سبات. يصبتك ربي، يفضلك ربي يعيشك، الله يخليك. شوف سي محمد، انت توا شفتني ظهر لي انا مرا رومانتيقيه ورقيقه وحنينه وحساسه ونحب الحيوانات والطبيعه، وانت كيفي؟ انا مرا فضله ياسر. من ناحيه فضوليه فضله ياسر، ربي كثر من امثالك. شوف ملا، باش نقول لك حاجه، عائله سلفي ناس ماهمش بهيم بالكل، نهار كامل هما لا 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 وماكش ملي لهم عينهم. عجب والله. ونقول لك حاجه اخرى، ثم واحده حبيبه حياه باش تقدم واحدة طبيب النادية، استنى عندها مقابلة هي وياه اليوم، ويظهر لي أحلى في عينها. أنا هاني قلت لك ودي نكملك. سامحني عايش بنتي، الله غالب وغلطت معك. سماح عمتي، ربي خفف مكتوبي، خليني نرتاح ونرتح الناس ونخلي هالهم واسعة وعريضة. هاي خليني نمشي أنا. واه تيقعد اشرب معنا كيستي. هذيك التاي والقهوة تشربهم كان مع خطيبة في الكافيت. حتى هو قالك يا داي جاب السكر والتاي وزاد معاهم غني، وهو بيدو يصب الهاي. يسعدنا من سعدك يا ربي. طي عادة ما تحشمونيش. هاي باي باي. باي باي عش بنتي. هاو مازال الخير في الدنيا، وهاي مازالت بنات تحش. والله بنيتي عاقلة، ما تغشش عليها يا كريم، تعرف في الدار نعيطوه لها البوهالية. بوهالية، أما جابت المتريس. هي ما عالية الله يهديها، ما تشعفش. أنا معاش متغش على نادية، أنا متغش على روحي، كيفاش لهفت عليها كعالية؟ حتى أنا بوهالية قد ما تعمل فيا وباقي نترخص لها. مش معقول، مش معقول نادي يتعرف على واحد اخر بخلافي انا. تعرف يا مدام عليك تطلع الحكايه صحيحه، مش عارف شنو نعمل في روحي. ما تحط شي في بالك سي محمد، واه البنات راهم بالبرشت على شكون ترضى. تو نقدم لك بنت اختي بيضه وحمراء وسمينه. لا لا عايشك، عندي منها في الفيرما هذه. بالنسبه لي نادي ما بدلهاش لا بالشمس ولا بالقمر، ومستعد ندافع على حبي الى اخر رمق في الحياه. متفاهمين اللي انت تحبها، ما يشوف كان هي تحبك، راي في حبك درباني مع الطبيب. زيد كمل الغذاء بيامي، في بالك اللي عملتي زلزال في سلم رشر تاع الحب بتاعي. وسامحني سامحني والله، تو انا كيه بيك ونقدم لك لله تنسى. يزي عاد زعما نادي اش بيها لتو؟ قالت لي نصيف ساعه نخرج نقابل محمد ونجي. هاو تو الخمس ما زلت ما جيتش. عندك بها جد، هذيك لازم شد تحاوس مع محمد، ما تقلقيش. واه واه الراجل يخدم على روحه، في عنده ساعه برك يفطر فيه وش يشرب معاها كاستي وكها. شو حسها؟ قصص حسها جيت. غنبوز حليمي. شبيه؟ تتكلم كأنك كنت في زنيزة. اسم الله محمد. شبيه؟ عندي معها موعد يوم العشية، شيت ما لقيتوش. اي بالك شيت الهي يخدم.
طلبتوا في التليفون؟ كلمتوا في التليفون قالوا لي مش موجود، مشيتوا للخدمة قالوا لي في اجتماع. بالك شي ما عادش يحبك وبطل منك. اسكت علي انت مسبوعة، ما خيب فيلك. لا هذاك هو ما يكون كان كرهك هذاك يزك. وانا كرهتك انت. بطبيعة تكرهني انا، خاطرني انا طيراني وانا مزيانة وقنبلة وانت طافية، وانا باش نولي مانكا معروفة وانت تقعد حياتك كاملة طافية، حتى واحد يرعى في البقر ما رضاش بيك. وفي ناشي بدك توا. بيك الفكك. مشينا ماما. اتلفوا قدام يخرج. هاني خارجة. ملا دار هذايا ما فيهاش ديمقراطية، في جرة نادي هنا نقعد نمشي، ما عندناش حتى حرية التعبير. اتلف محفظتك انت قواعد. بليدة. بركة كلمو في التليفون برك. باهي طول كلمو بالاتصال. الو عسلامة. بربي يا سي محمد النوني. الو محمد، نادية معاك. شبيك ما جيتش قبيلة؟ شديت في الخدمة. قولي الساعة شبيك تحكي معايا هكا بارد؟ نعم انا نعرف. اش نعرف؟ اسم محمد بديش تحكي معايا بلا الغاز، قولي اش تقصد بالضبط. قابلت انت وعليا وحكيت لك كل شيء. يا ناري عليك ما خفك. اسمع محمد، لا فايدة في الكلام في التليفون، العاقل يسمع من جهتين. كما زدت حاجتك بيا توا تجيني للدار. اي توا نصفيو هالهدرة. به نادية، شبي وجهك اصفر وحالتك حليلة؟ ما ولا بيت تتا عليا درش حكيت لمحمد نلقى عبد اخر، حتى من الكلام يكلم فيه بالسيف. ايوا فهمت. شو فهمت؟ اجا معايا تنقل لك. ايش هذه مراه تو؟ هذه غولة عباثة يدور مو من بطرافها. سمعتي عمتك كريمة ماوش حكيت عليها؟ اسكت عليها هذيك، ان شاء الله يدقها ربي وتجي لهوني. والله لما نوريك انا اش نعمل فيها. يعني ليفا حسيتي على اختك سهل عاد عامله فيها انت؟ ليه عاد هذيك تفدليك وبرا، اما الرسمي قال لك انصر اخاك ظالما او مظلوما. يا حلوفة. يا نادية، انا فقت من الغفوه متاعي وعرفت الاستراتيجيه متاعك. شنو هي الاستراتيجيه متاعي؟ بهيش يا اخي باش تهبلني ولا شنو؟ شوف تبين بالكشف الاستراتيجيه متاعك تلعب على حبلين. انا حبل ولا كورده ولا شريطه؟ ماك لاباس محمد؟ ناديه عينيه تحلت وعرفت اللي ثم برشا خونه. صح النو عتكس. شنو ما انا تعترف بغلطك؟ ها شو محمد مش تقولي شبيك ولا تنعمل سبه في روحي؟ يا رسول الله قل لي يا اخي اللي قدموك لي خير منكم ولا منك؟ شو قلت لك اللي قدموه ليك خير مني؟ البيطري ولا الطبيب بتاعك؟ اي طبيب؟ شوف نادي تعترف وتقر خير لك، الخاطر جيك خفيفه. اسمع محمد، انا كنت ندافع عليك وعلى علاقتنا خاطر نصخيبك مشكل اخرين، اما كي طلعت مشكاك وذاني ربي سمعنا على بعضنا الخير. هاو الخط نتاعك في بيتي الفوق، هاو نمشي نجيبهول. كل واحد على روحه. محسوب. نادية 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 عزيزتي، انا احبك في بالك ولا يا مدى؟ انا مش عايش بدونك انت. نحي مش قلت لك ما عادش تذوق؟ نحي من الطنجره، من كشختك للطنجره حط في الصحن. ني قصدتك انا. اش هالصباح يا ربي، ملا مراه وملا هي يا بنيتي، دخلت فينا غوله بهيشي
والله صابي تعبت ما عادش نجم انا. هيا شفت التقطيع والتريش وهزين الكلام وقلبين الهدره شو يعملوا؟ اي بسم الله شبيهم العباد هبلوا ما عاد سالم منهم حد. هكيك هذايا عقار قوي نايا وحده تعمل لي هكا مع خطيبي حسيبي ربي ناكلها ماكله. سكر فمك اش دخلك برا يا شريفه. شوف شكون وكان طلعت عالية دخلها للصالة وما تقوليش لي احنا هون برا برا. اسمع انت ماما برا مشيلها خليها تحكي ولا هيها فهمت انا هاني خارجة وتونجي ما تقولش. انا توا كل شيء واضح لذيني سمحت عزيزتي انا كنت غلط. سماح أما عاش نحبك تغلط وتشك فيه إلى الأبد ما عادش أنا شك في حبنا الطاهر. أسمع ننسوا الماضي واللي فات مات مع ذكريات كما قال شو اسمه هو عبد الرزاق بشناق. شو ضحك فيه؟ كلامك يضحكني قدكش مضبع أما الهبلة متاعك تعجبني. يا نادية راني من اللي عرفتك راني وليت مهبول وليت دخل بعضي وليت ما عادش نفهم حد شيء. أنا مضبع أنا ما عملوا فيه اسمه مجنون ليلى. أنا مستعد نصرف على فيليب اسمه مضبع نادي. ملا رقع عند العبيد رجلها يخدم لبس عليه هي تخيط بنتها تخيط ولدها يخيط قطوستها تخيط قاتلك عندها فرح وما عندها ما تلبس ويا حياة سلفني روبة ولا تبديلة. تحب تسلف معدينة؟ ليه هي قالت لي سلفني روبة ولا تبديلة. عجب والله فاطمة قالت هكا. اي استنى مازال جايك الحديث تعرفش قالت لي قعدت لحلح بيا وتعاود انا الفوطة والبلوزة من تحت قرقيفهم مازلت ما حطيتهمش على بدني. لا عاد ما يجيش الحق ما يجيش هكا ولا ليه حشمتني والله خايفة تمشيش تبقعهم لي بالجزوزة ولا بعسل البقلاوة. انا في بقعتك ما نسلفش الحق انت عربي انت قلبك كبير. اسمع اصلك ومستواك ما ثماش شيت مستواه راهي عالية. خالب هذي كتبيعتي اش نعمل توا سلفها ولا ما سلفهاش اش باش نقول لك ما نجمش نقول لي. فاطمة لوسيقة الحق. فاطمة لوسيقة ايوه لوسيقة ثم برشا ناس ما يفهموش رواحهم. ايوه كيفاش كيفاش اللي عالية اش قلت لله؟ فاطمة فاطمة الغالية ليه وحيت شبيك حيت مش عليك على واحدة اخرى فاطمة واحدة اخرى يا حسرة انت اللي تنسى. كيفاش مال العالية انا ترينو يا زفرة حيت وخيين انا والله نحبكم الكل. شوف انت يا حسرة انت سعدك القدام والى الامام وحنتك في الاقدام يا مدام علي. نعم مدام علي. كيفاش مال النادية تلعب لي مخي وباش تاخذ طبيب؟ شكونك انت خويا شكون هذا انا ما نعرفوش. انا اخوك محمد رجل اختك نادية يا مدام. انا طبيب انا في بالي ما حييت عالية باهي مش باش نقدمك كي تظنن من وضنك انا باش نقدمك من لسانك باش نقصرك باش ما عادش طول ولا خلق ربي. وليه داخت 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 ماتت ماتت ضحك